ابن المنظور. هو محمد ابن مكرم ابن المنظور الانصاري، اتولد في شهر محرم سنه 630 هجريه، وكانت وفاته في شعبان 711 هجريه. اتقال انه اتولد في تونس، واللي قال في مصر، واللي قال في ليبيا. المهم ان هو اديب ومؤرخ عربي في الفقه الاسلامي واللغه العربيه، ومن اشهر مؤلفاته معجم لسان العرب، واللي اتكلم فيه عن المعنى اللغوي لكلمه بيئه، واللي قال ان اصلها اللغوي هو بوأه او تبوأ، وكلمه بقى الى الشيء اي رجع، وتبوأ اي اقام، وبوأتك بيتا اي انشات لك بيتا. وكنا قبل كده في محاضره الشرح اتكلمنا مع بعض عن ان القران الكريم اشار الى كلمه بيئه في قوله تعالى: واوحينا الى موسى واخيه ان تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. وكده بنفهم من القران الكريم ومن تفسير ابن المنظور لكلمه بيئه ان البيئه هي المكان اللي بينزل فيه الكائن الحي وبيحيط بيه. هنا بقى هسالك سؤال: ايه الفرق بين كلمه بيئه وايه الفرق بين كلمه ايكولوجي؟